معهدك برشدة قرآنك كريمك بحنت إجاسدة سندك إيو عرب سحيدة قرآنك كريمك ابن عامر أيام ما أنت مقالدة مقدشو وحاو كوقبتي مناسبة أي كوقل انجبين أيان أرضي لما يستي قرآنك كريمك إيو كوقا دني إي إجاسدة سندك أرضي دان أيا حفتسان قرآنك كريمك وحانا أي قاري يان بقلشان يتوبان أرضي مناسبة أقل انجبين تها أيا وحا كسو قيبقلي علماء الدين معلمين لن يرو إيو والدين تها أرضي دا عبد العزيز ورسم الروبلة ما ملكو حقينك معهد كا ابن عامر أيها الشرح إياه أرضي دا قلن جبسي جهدي قال لسوقلي يي إيه وددي ديريد وآي سومرين إيه سيدوك لأ قيبها أي كقلن بدشين ما توحا أفلنا أمضل صنع هاي دفعاتي لحاد يكي قلن جبيني اسم معهد ابن عامر للدراسات القرآنية والإجازة بالسنة أرضي قلن جبيني تريد وابغلشان يتوان أرضي وحينا كقلن جبيني أن أفر قيبات وكالدوان قيب كقلن جبين يسو التصيح تلاوة قيب عرب سحيدة قدما يسي ونسو قيب تقيق حفظك كودن بي القراءة والكتابة نسو قيب بي قيباك لقران كريمك كودن بي كو قرانك ختيمة صدن كتسر بي إيا كو إجازات كقادن يو قراءاتك قيبك مدى قراءاتك قراءة عاصم براويه شعب وحفصة أرضي أيالو إجازيني هل كقراءة أبي عمل البصري gabar lagu ijaazeynayo duuriga suusiga ardayda ayaa dhankooda soo bandhigay gabayo ka hadlaya tajwiidka quraanka kariimka iyo akhrinta quraanka kariimka maadaama ay qaadanayeen ijaasada sanadka bismillaahir rahmaanir rahiim alif laam mim dhalikal kitaabu la rayba fi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة أولا نحمد الله عز وجل ونشكره الذي يسر لنا تعليم القرآن فلله الحمد أولا وآخرا ونشكر بعد الله لوالدينا الكرماء امتثالا بقوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير شكرا لهم بألف ألف شكرا ثم نقدم بالشكر والعرفان إلى أسادتنا الكرماء شكرا لكم بكل ما قدموا لنا من تعليم والتوجيه وإرشاد واجتهاد فلهم أسمى عبارات الثناء والتقدير منظومة تحفة الأطفال بسم الله يقول راجي رحمة الغفور تمسل المنور والجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتوين والمدود قار كمي ذا علم ذا إي والدين تا مضيشا لغا عزومي أيا أماني معلمين تي أرضي ذا كود ذا شيء sidoo kale waxa ay dardaar u jeediyeen ardayda qalin bedelatay ayaa rajaynaynaa inaad in mustawaan mustawa ka sareeya inaad si joogtaan halkiina ha ku ekaanina halka ku sii dadaala waxa leena maamulka macad ibn aamir waxa leenahay jazaakumullahu khayran dadaal fiican baad samaysan xaflada ku xigta waxaan rabnaa ilmihii oo qiraa'aadka ku tartamay ilmihii oo sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam ku tartamay ilmihii oo culumti kolo shariicada ku tartamay ayaa insha Allah ta'ala idin ka rajeynayna hadaan iyo reereyntan maanta aan taaganahay arday qalin jibinaysa quraanka xifdisay kuwa ijaaza qaadanay wiilili gabdhaba leh ma sha Allah iyo macad al imam ibn aamir al shami ardaydi ka qalin jibisay oo ay hoggaaminayso asli ahmed noor ay hoggaaminayso iyo rag kale ilaahay khayr badan siiyay ardaydaas ayna soo saareen jiilba jiilka ka dambeeya ayuu wax baraa oo u sii gudbiyaa marka iyagana maanta ay taagan yihiin dadaalkoodina waa kana waa muuqda alxamdulillah ardaydan waxaan kula dardaarmaynaa inay qur-aankaas ku dhegganaadaan ay haystaan waxaan leenahay macad ibnu aamir iyo dalabadiisa waalidiinta maamulka mucallim asli axmed nuur iyo macalimiinta la shaqaysa oo dhan waxaan idin leenahay kulligiina hambalyo
إلهي سبحانه وتعالى مرتبطة قارتين متك سرئيس الله يدين قارسيو إل إيو أفنى الله يدين كهايو ضدكات قعنتكو هايسان ودمانت القرآن كإلهي كتر بينا إيسان إلهي سبحانه وتعالى هكذا هو أنفع نفتوضة إيو والدين توضة إيو إسلامك أودن وحنوهم بلينا يا رنتي ولا الله المركز ابن عامر أو مانتا مشروع عن قرآنك بقول طبعاً شان أرضي كسوه ساري وحان الله سبحانه وتعالى وغرجين إن عمل كاس إن ميزان كحسنات كذا أو أي كفر حان ما أنت قيامه وغيره أرضي قد ما نوحان له لها قفك الصوء قرآن كدمي هذا أيو بلا وجوغا قفك الصوء نقامد لما أنتين به وإن كنت لقشت هرتها ديمر قرآن كآدم يسي قفوين نقطة cunigi yaraha isku maleenin adiga gabadhi yaraha isku maleenin gabadhi yareed qof kasto waa inuu ogi hadii man quraankii uu xumbaaray qof weyn waay maadka ibn aamir waxyaabaha uu qabtay weyno muqda horno oo aragnay hadana u jeednaa waxa la ilaahay salaam sadar muqda su'aal ka dhan marka waxaan leenahay allah barakeeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ki horo sii socda ha ka dhigo oo daaima oo joogteeya juhdiga iyo مركز دادالك فراها بدن او اي وذان اسلي احمد نور ما مولاها قود اي معهد كا او قبا قبادي مناسبة كا هذا شي ايا ارضي دا قليم بدلتي او قدو عيسي انو اللي افو ذيو قيباها كاليه اي وحبرشادا وحان لا اي هاي دادالك الى اللبن لابا نعمد اذا السطان ابليس يوسيدن كداد سن ان شاء الله قارهان قبلها معلمات كا ما قبلها قراءات كا قادنا اي قراءة عاصم waaw gabdhowdo macallimiin macallimada way juhdigiina si laban laabo oo ardaygi hal qiraa qaatay oo isdhiin waa ku dhamaatay markan meel saraad gaartay ka bacdina oo suub ka dhigan horo u socda ku sii socda qiraa'adka iyo qeyrka sida xaqiiqada macadka kama baxaan quraan kaliya oo ardada waxa ka baxa asaasiyadka oo ardada in laga dhiso sida عقيدة إن لقى بالسوء كله إيو أخلاق المسلم إيو حياة رافقه سيرة النبوية صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء وحصو دما الأذكار وحصو دما ياكم ماذا إيو 40 حديث زكريا أحمد موسى تي في قشبلة مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر وحواري سوية 14 ميجا بايت بير سكن أين لا سعدان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو كهذا البلاجة